وللحديث عن حملة المساعدة الأخيرة التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى لمخيم حسن شام الثالث شرقي مدينة الموصل، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم المنظمة منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، حياكم الله سيدي الكريم، يا مرحبا. والله بداية دكتور، لو تضعنا بتفاصيل هذه الحملة التي قمتم بها بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيم حسن شام الثالث شرقي مدينة الموصل. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وهي حملة من ضمن سلسلة حملات إغاثية كبيرة نظمتها وهيئتها المنظمة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين بالاستعداد لموسم الصيف وفصل الصيف شديد الحرارة لهذه المخيمات، وتم تهيئة الظروف التي ينبغي أن تتهيأ لإعداد وتقديم حملات إغاثية كبيرة تتناسب مع حجم المآسي التي يمر بها أهلنا النازحين في هذه المخيمات. قدمت المنظمة أم القرى قبل بضعة أيام حملة إغاثية كبيرة بتوزيع السلات الغذائية في مخيمات بزيبز بعمرية الفلوجة، ثم بعد ذلك تبعتها حملة إغاثية كبيرة في العاصمة بغداد، وقدمت 160 من حمالية لأهلنا النازحين من مناطق جرف الصخر والعويسات، وكذلك هنالك جهود إغاثية في كركوك. و جاءت هذه الحملة التي قدمتها منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي، وقدمت 500 من حمالية لأهلنا النازحين الكرام من محافظة نينوى، وكذلك أعداد كبيرة من مختلف محافظات العراق الذين لجأوا إلى هذه المخيمات في السنتين الأخيرتين لهذه المخيمات في مخيمات الخازر بعد الإغلاق القسري الذي شهدته تلك المخيمات وتم طرد النازحين قسرا، ثم لجأوا إلى هذه المخيمات، ولذلك جاءت هذه المخيم بهذه الحملة بهذا الحجم الكبير لأنها تتناسب مع الازدياد الكبير بالعودة العكسية للنازحين لهذه المخيمات. طيب دكتور، من خلال مشاهداتكم كيف تقيمون أوضاع النازحين في هذا المخيم والمخيمات الأخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها في العراق؟ الآن النازحون حقيقة يستغيثون بالمنظمات الإغاثية وكذلك بالجهود التي ينبغي أن تقدمها المنظمات الإنسانية، لأنها مع الازدياد الكبير مع الأعداد الكبيرة في المخيمات هنالك قلة في الدعم الإغاثي لهؤلاء يعني في المخيمات. قسم كبير جدا من النازحين الذين لجوا إلى هذه المخيمات بأعداد كبيرة جدا حقيقة يعانون من قلة الغذاء، يعانون من قلة الدعم الصحي، وكذلك مع مخيمات مرمية في الصحراء هنالك الحشرات التي في الصيف، وهنالك الأفاعي، وهناك العقارب، وحقيقة هم يعانون من ظروف مأساوية كبيرة جدا مختلفة. تفاصيل يعني تغيب عن حتى المتلقي والمشاهد، لا يعرف، يعتقد فقط هو حر الصيف وبرد الشتاء، ولكن تفاصيل التي تذكرها هي فعلا خطرة وحرجة بالنسبة للعوائل التي تقطن هناك. نعم، هنالك تعتيم حتى على الأعداد الكبيرة التي تلجأ إلى هذه المخيمات، هنالك تعتيم حتى على وجود نازحين في مخيمات مثل مخيمات بزيبز عمرية الفلوجة، وكذلك مخيمات في الرمادي، وهنالك كذلك المخيمات التي في الخازر وفي ديبكة وفي هرشم وفي بحركة، وكذلك هنالك مخيمات غير رسمية لجأ إليها النازحون بعد أن تم طردهم من المخيمات التي كانت في حمام العليل وفي الجدعة وفي كذلك الشهامة وفي الوند وفي يحياوة وكذلك في يعني جملة من محافظات العراق. هذه الأعداد ما زالت هي حقيقة يعني تعاني من مآسي النزوح، ولذلك هنالك تعتيم كبير جدا في ظروفهم وفي أعدادهم، والرأي العام العالمي والمحلي لا يعرف بحجم مأساة هؤلاء الذين يمرون بنكبات حقيقة لا يمكن أن يتحملها بشر.
هذه المرة اخترتم أن تكون المنح مالية وليس ربما تقديم طعام أو غيرها، يعني لماذا اخترتم المنح المالية للدعم؟ نحن نتداول مع إدارات المخيمات ونتداول كذلك حتى مع النازحين، لدينا أرقام تليفونات للنازحين في جميع المخيمات، نتصل بهم في الاحتياج الضروري الذي من الأولويات التي يحتاجونها. هم دائما حقيقة يعني تقدم لهم سلة غذائية من وزارة الهجرة، وهي سلة غذائية بسيطة يتحملون ما فيها من رداءة المواد، لكن هم في احتياج كبير للمال لأنهم يعني هنالك مفردات في الحياة. نعم، مواد رديئة يعني ليست بالمستوى. نعم نعم، المواد رديئة جدا، لا يمكن أن تصلح حتى للاستخدام، لذلك هم يطلبون المال لأنهم يحتاجون إلى الدواء، يشترون الدواء، يحتاجون إلى رعاية طبية، يذهبون إلى الأطباء من ذوي الاختصاص، يذهبون إلى يعني يعملون موافقة للخروج إلى المعاينة لطبيب الاختصاص، هنالك مراكز صحية أولية، ولكن الاحتياج الطبي العالي لابد أن يذهب إلى طبيب اختصاص، وهذا يحتاج إلى مال، ويحتاج إلى شراء دواء، يحتاج إلى ملبس. بعض النساء لها من الملبس ما زالت ترتديه منذ 4 سنوات، وهو عبارة عن قطعة قماش بالية، حقيقة يعني هم يحتاجون إلى هذا المال، إلى هذه المفردات، يحتاجون إلى الدواء، يحتاجون إلى الحليب الأطفال، ويحتاجون إلى الثلج، يشترون الثلج هم في هذه الظروف يعني مع شدة الحرارة في الصيف، ولذلك هم يختارون أن تقدم لهم الأموال من دون الغذاء. رد فعل النازحين حيال هذه الحملات دكتور؟ هم كما قدموا في كلماتهم في الثناء وفي الشكر، الوجبات الغذائية والدعم الإغاثي يكاد يكون منقطع، وتكاد تكون هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى لغاية الإنسانية هي من البضعة الجهات الوحيدة التي بقيت في آخر من يقدم الدعم الإغاثي لأهلنا النازحين. هنالك من يأتي في رمضان فقط يعمل دعم إغاثي وهو مشكور، لكن يعني حقيقة النازح لا يحتاج إلى الغذاء فقط في رمضان، يحتاجه على مدار السنة، وهو يعني يكاد الدعم الإغاثي منقطع عنه طيلة أشهر السنة، ولذلك هم يعني يثنون ويشكرون على هذا الجهد الإغاثي الذي تقدمه منظمة أم القرى التي لم تنقطع منذ أول نكبة العراق، منذ احتلاله، وكذلك منذ أول قامة المخيمات بعد الأحداث الأخيرة في عام 2012 وما تلاها أحداث 2014 إلى هذه اللحظة، ما زالت سلسلة الحملات الإغاثية متواصلة، وكذلك هيئة علماء المسلمين وأم القرى في تواصل تام مع النازحين ومع إدارة المخيمات لتقديم أفضل السبل للدعم الإغاثي لأهلنا النازحين. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لك.